بعد أن بقيت القلوب معلقة لسنتين، ها هي حبال الوصال تربط بالبقاع المقدسة من جديد، والطائرة تقلع لأول مرة بحجاج الله الميامين لأداء الركن الخامس منذ بدء وباء كوفيد-19. والحمد لله الجزائريون اليوم أتموا بحمد الله تعالى الإجراءات، وهم الآن وفودا بعد وفود من 4 مطارات إقلاع، من الجزائر، من وهران، من قسنطينة، من ورقلة، لكي يتوجهوا إلى البقاع المقدسة لأداء فريضة الحج التي تشوقوا إليها منذ سنتين بعد الجائحة. إجراءات استباقية قامت بها السلطات الجزائرية وأخرى بدأت مع أول رحلة من خلال مرافقة الحجاج طيلة رحلتهم لضمان أفضل الظروف. كل التوصيات قدمناها ونبقى نتابع في الوضع، ولا نقبل من عمالنا ومسؤولينا سواء على مستوى مؤسسة تسيير المطارات، على مستوى كل النقاط المعنية لعملية الحج، ولا حتى الخطوط الجوية بأي تهاون. بالنسبة للأطقم الصحية يكونوا محافظين كثير على حجاجنا. عندي معلومات وعندي صور وعندي تقارير بالنسبة للأطقم اللي سبقتكم، وراهم في العمل وكله متواجد بالنسبة للمستلزمات، بالنسبة للأدوية، بالنسبة لكل شيء. فرحة الحجاج لا يمكن وصفها، كيف لا والأقدام ستدب فوق أطهر بقاع الأرض وأشرفها. والله يعني احنا رانا فرحانين بزاف بزاف، فرحانين بزاف بزاف، وإن شاء الله يعني نتمنى كل خير للجزائر والشعب الجزائري، وإن شاء الله نديو لبلادنا ونأديو المناسك في أحسن ظروف إن شاء الله. هي 65 رحلة ستقلع تباعا لتصل بحجاجنا إلى الأرض المقدسة، وما بقي إلا التقيد بالإجراءات الوقائية حتى مع تحسن الظروف الصحية.